معاكم الدكتور محمد زكي، هتكلم عن تكملة للأوديت اوف ذا سيلز اند كولكشن سايكل. الجزئية اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت ان احنا اتكلمنا عن دورة المبيعات والتحصيل، ايه الاكونتس اللي فيها، ايه الريكوردز اللي فيها، الدوكيومنتس، البيزنس فانكشنز. اخدنا فهم للسايكلز مكوناتها ايه، العناصر الأساسية اللي فيها. اللي هنتكلم في الجزئية اللي بعد كده عن التيسز اوف كنترولز and substantive tests of transactions، اختبارات الرقابة والاختبارات الأساسية للعمليات. كمراجع حسابات هنقوم بعملية اختبار للرقابة أو اختبار الاختبارات الأساسية للعمليات من خلال مجموعة من الخطوات. مجموعة الخطوات دي اللي هنشرحها دلوقتي، بس قبل ما أكمل في الخطوات الخاصة بي أو الميثودولوجي في تصميم اختبارات الرقابة والاختبارات الأساسية، قبل ما أتكلم في الميثودولوجي، هو الهدف من اختبارات المراجعة إيه؟ الهدف من الاختبارات، هدف المراجع الحسابات إن هو يحصل على sufficient and appropriate evidence. يعني ده هدفه، وأنا بقوم بالاختبارات إن أنا محتاج sufficient and appropriate evidence. دي بتدي لي إيه؟ بتديني بقى الحافز كده في إن أنا أعطي reasonable assurance، أعطي تأكيد معقول about whether the financial statements are free of material misstatements. يبقى أنا هدفي وأنا بقوم بالاختبارات إن أنا محتاج evidence في صفتين appropriate and sufficient. ده اللي هو بيسموه the persuasiveness of evidence. ليه؟ علشان أعطي أو بتديني reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. هل هي free of material misstatement ولا لأ؟ خالية من التحريفات الجوهرية ولا لا؟ يبقى تصميم الاختبارات هو ده هيساعدني في ان انا احصل على obtain sufficient evidence، ودي اللي بتسبورت مي في ان انا اعطي تأكيد reasonable assurance. طبعا هو not absolute assurance. عموما ما هي الميثودولوجي for designing controls tests؟ الميثودولوجي المنهجية اللي همشي عليها كمراجع حسابات عشان اعمل سواء اختبارات رقابة او اختبارات اساسية. منهجية معناها خطوات هتبعها كمراجع حسابات. أول حاجة understand internal control، أفهم الرقابة الداخلية جوه الشركة. بعد ما تفهم الرقابة الداخلية أقدر خطر الرقابة assess plan control risk. خطر يعني أنا فهمت الرقابة الداخلية، وبعد ما فهمتها طب هنا في خطر ولا مفيش، اللي هي assess plan control risk. ودي جزئية درست قبل كده في auditing one، إن المراجع بيقدر خطر المراجعة. خطر المراجعة من ضمن أحد مكوناته هو خطر الرقابة. تمام. الجزء اللي بعد كده الخطر الاكتشاف. هنا في خطين دفاع للشركة. خطين الدفاع للشركة إيه؟ خطين دفاع إن الشركة يكون عندها internal control يكون قوي. فالinternal control لو ما كانش قوي، في حاجات عدت من تحت إيديها، فهنا يجي دور المراجع. دور المراجع في إنه إيه؟ طبعا الجزء الأولاني ده الكنترول ريسك، إن في حاجات ان الكنترول ما عرفش يمنحها وما عرفش يوقفها، او في هنا ضعف في الرقابة الداخلية في اجزاء معينة. يجي بعد كده خطر الاكتشاف الديتكشن ريسك، واكيد درستوه، يعني ان هو بيتكلم عن خطر الاكتشاف ان المراجع الحسابات الحاجات اللي عدت من الرقابة الداخلية، مراجع الحسابات هو عدت من تحت ايده، هو كمان مراجع الحسابات بيقدر خطر الرقابة، وبناء على خطر الرقابة ده بيأثر عليه جدا في عملية الاختبارات اللي بعد كده، لان هو يعتبر ده الخط الدفاع الاخير بالنسبة له، او بنسميه، بقصد بخط الدفاع يعني بقصد ان دي الحاجة اللي تحمي ان الفاينانشال ستيتمنت ما تبقاش فيها ماتيريال ستيتمنت، ان ما يبقاش فيها تحريفات جوهرية. ما انا هدفي كمراجع ان انا ببص على الفاينانشال ستيتمنت، هدفي ان انا ايه، اعطي ريزونبل اشورنس ان الفاينانشال ستيتمنت free of material misstatements. طب free of material misstatements ازاي؟ في قبلها شوية اجراءات بعملها. فانا بقول ان الشركة دي اكيد عندها خط دفاع علشان تحمي ان الفاينانشال ستيتمنت ما بقاش فيها غش ولا اختلاس، او حتى لو كان خطأ غير متعمد. فانا عندي قبلها ايه؟ عندي قبلها control، internal control بتحميل الرقابة، بتحميل الفاينانشال ستيتمنت. طب لو الانترنال كنترول كانت not effective، يجي هنا دور المراجع ان هو محتاج يزود اختبارات، لان هو يعتبر هو اخر مرحلة. لو معرفش يكتشف يبقى هتطلع القوائم المالية محرفة، وده هيضر بيضر بمين؟ بالستيك هولدرز، يضر بالاقتصاد، هيضر المراجع نفسه في انه ممكن لو اصدر تقرير unqualified report وفي الاخر
اكتشفنا ان الشركه دي بتعاني من ازمات وبتعاني من بعض الحاجات اللي المراجع لم يفصح عنها في تقريره، مين هنا اللي هيتضر؟ المراجع هو اللي اترفع عليه قواضي. فعموما مبدئيا انا كمراجع حسابات، ايه هي الانترنال كنترول؟ الانترنال كنترول معناها الرقابه الداخليه، ان المنشاه بتتبع الانترنال كنترول، المنشاه عندها مجموعه من الاجراءات، تمام، بتتبع مجموعه من الاجراءات عشان تضمن حمايه الاصول، تمام، حمايه الاصول وسلامه العمليات الماليه، وتضمن ان الفاينانشال statements are reliable، يعني ان القوائم الماليه موثوق فيها. طيب انا محتاج اعرف كمراجع حسابات الانترنال كنترول قوي ولا لا. طبعا خد بالك في الجزئيه الاولانيه فهم للرقابه الداخليه بيحدد بيساعدني في بحصل هنا على المعلومات اللي بتساعدني في ان انا اقدر اقيم خطر الرقابه، بس لازم افهم الرقابه الداخليه الاول، وهنشوفها بعد كده ازاي نفهم الرقابه الداخليه، ان انا اقيم الكنترول ريسك خطر الرقابه، بعد كده تحديد determine extent of testing controls مدى الاختبارات الرقابه اللي انا هقوم بيها، الجزئيه اللي بعد كده design tests of controls and substantive tests of transactions for sales. طبعا هنا تصميم بقى اختبارات الرقابه و الاختبارات الاساسيه، هنا الاختبارات، هنا فوق ما فيش كلمه اختبارات، يعني فوق هنا ما فيش كلمه اختبارات، هنا كانت ايه هو هدفه هنا في الحته دي؟ ان هو يقيم خطر الرقابه ويعرف هل الرقابه الداخليه فعاله ولا نوت افكتيف اور نوت افكتيف، وده هتفرق معاه على فكره في الاختبارات اللي هي السبستانتيف، تفرق في ايه؟ هو بيشوف ان الشركه دي اخذت اساليب واجراءات تمنع الغش، تمنع التحريفات، تمنع الماتيريال ميستيتمنتس ولا لا. بناء على النتيجة لو قال ان الرقابة الداخلية بتعتمد على مجموعة من الاساليب بتضمن حماية الاصول وتضمن الماتيريال ميستيتمنتس، تمام، بناء على النتيجة بتاعته سواء كده او كده، ده بيأثر في اختبارات السبستانتيف او بيسموها الفورذر اوديت بروسيجرز. الفورذر اوديت بروسيجرز اللي هي كانت تشمل مجموعة الاختبارات الاخرى اللي هي بعد التيستس اوف كنترولز، ده بيأثر عليه لان هو لو شاف مواطن ضعف معينه، مواطن ضعف في الانترنال كنترول، فمواطن الضعف دي تمثل بوتنشال ميستيتمنت، يعني احتمال، فانا محتاج ازود الاختبارات اللي بعد كده علشان اغطي مواطن الضعف اللي انا اكتشفتها او الديفيشنسيز اللي اكتشفتها في الكنترولز، تمام. طيب نيجي بعد كده بعد ما يفهم للرقابه الداخليه، طبعا هنا تصميمه للرقابه الداخليه مبني على انه يحدد ما هي اجراءات المراجعه، هياخد عينه قد ايه، ما هي الايتيمز البنود اللي هيختارها، التوقيت، التايمنج، وده هنتكلم فيها بعد كده. السبستانتيف تيستس اوف ترانزاكشنز، انا هنا فهمت الرقابه الداخليه، فاهم للرقابه الداخليه هياثر على مدى الاختبارات الاساسيه اللي انا هقوم بيها، هل الرقابه الداخليه قويه ولا لا، هعتمد عليها ولا لا، هعتمد عليها بقد ايه، وبناء عليه انا بحدد اختبارات السبستينتيف تيستس هنتوسع فيها ولا لا. طبعا هنا الاختبارات الاساسيه هدفها to determine whether the monetary amount يعني القيم النقديه اللي فيها فلوس بتاعت العمليات are correctly recorded انها اتسجلت بشكل صحيح. طيب ندخل في الجزئيه اللي بعد كده، هي بتفسر الكلام ده، هي احنا قلنا هنا قلنا من ضمن الميثودولوجي understand internal control، طب نفهم الرقابه الداخليه ازاي؟ حبيت اوضح لك كده شكل حقيقي للعمليه، فهم للرقابه الداخليه، من خلال فلو تشارتس، افهم الفلو تشارتس خرائط التدفق داخل الشركه لكل سايكل، تمام، داخل الشركه ليها خريطه تدفق بتبين سير العمليات داخل السايكل دي ازاي، والانترنال، وبعمل كويشنير استبيانات، وبنقول يعني استبيانات وبجاوب عليها اه او لا، اتحققت موجوده او مش موجوده،
and perform walkthrough tests. Walkthrough tests معناها اختبارات تتبع, tracing. بمسك عملية كده من أولها لآخرها بعمل لها tracing. تعال نشوف كده أمثلة. الفلوت شارت, أنا جبت لك الشكل الفلوت شارت. شكل الفلوت شارت بالنسبة للسيلز أند كولكشن, سيلز أند كاش كولكشن, ده شكل الفلوت شارت. طبعا هو باين مجموعة أسهم, ده رايح هنا وهنا وهنا, مجموعة الأسهم دي بتبين البروسيس بتاعتي. حتى هنا ده شكل الدوكيومنت, تمام, شكل الدوكيومنت. هنبتدي مثلا بأول واحدة كمثال. هنا الجزئية الخاصة بالتعامل مع طلبات العميل والسيلز أوردر. هنلاقي هنا مكتوب بستلم طلب العميل, بطلع كاستمر أوردر, ده دوكيومنت, بعمل سيلز أوردر. هنا خد بالك الكاستمر أوردر سي او ده كاستمر اوردر, بعد كده عملت 1 2 3 4, عملت اربع طلبات بيع, اوامر بيع, واحده اصل والباقي صور سيلز اوردر. هنا بيوضح لك, حتى كمان بيوضح لك كل مستند رايح فين. انا كمراجع حسابات عشان افهم الرقابه الداخليه انا محتاج افهم المستندات دي رايحه فين, حتى عشان اعرف السيبريشن اوف ديوتيز. يعني هنا عملت منها اربع, عملت منها ثلاث نسخ, واحدة أصل واحدة وثلاث نسخ. ليه؟ لأن في نسخة بتروح أصلا للشيبمنت أو الشيبنج ديبارتمنت, قسم الشحن. هتلاقي هنا سيلز أوردر موجودة. قسم الشحن بيطلع بيل أوف ليدنج, مستند شحن. طب في منها كذا نسخة, تمام. البيل أوف ليدنج هتلاقيها موجودة أصلا هنا في قسم الداتا بروسيسنج. داتا بروسيسنج اللي هي قسم الأكاونتنج, يعني قسم الأكاونتنج والبيلنجز, إعداد الفواتير. هنلاقي هنا البيل أوف ليدنج موجودة, بعطي له نسخ. هتلاقي كمان السيلز اوردر موجوده, سيلز اوردر. فهنا انا كمراجع حسابات محتاج افهم البروسيس بتاعت السايكل بتاعت السيلز اند كولكشن سايكل. ده بيساعدني في فهم الانترنال كنترول. هنا قسم الاكاونتنج والبيلنج اللي هتلاقي فيها الفايلز بتاعت السيلز وبتاعت الاكاونتس ريسيفبلز, وفي الاخر طبعا الفاتوره. طبعا هنا هتلاقي الكاستمر بياخد نسخة من الفاتورة الأصل طبعا, وبعد كده والبيل اوف ليدنج والكاستمر اوردر. هتلاقي هنا الكاستمر اوردر برضه هو أخد منها نسخة. الجزء الأخير هي استلام الكاش والبريليستنج كاش والريميتنس ادفايس, وإن هو يبدأ يسجلها. حتى عملية التسجيل هتلاقيها رايحة هنا في الآخر في الكاش ريسيت جورنال في قسم الأكاونتنج أند بيلينج. الجزئية دي طبعا انا كمراجع حسابات, جزئية ان انا افهم الفلوت شارت بتفهمني الانترنال كنترول, جزء بيساعدني في ان انا افهم الانترنال كنترول. اللي بعد كده جبت لك شكل الكويشنير. شكل الكويشنير اللي فاهم الرقابة الداخلية هنا عطيني مجموعة من الأسئلة, زي مثلا بيقول لي record your sales are for shipments actually made to existing customers. ده سؤال انا حطه وبحاول اتحقق منه, هل هو موجود ولا مش موجود؟ ليه؟ ما هو بيفهمني هنا, في بيفهمني الرقابة الداخلية حتى أعرف فين الديفيشنسيز بتاعت الشركة في الانترنال كنترول. الحتة دي مثلا هنا الجزئية دي فيها هنا أحد القصور. يعني our sales invoices pre-numbered, مسلسلة فواتير البيع ليها رقم تسلسلي and accounted for, وليها شخص بيبقى مسؤول عنها. فهنا اكتشفت أن هنا لأ, في الحقيقة أن هي ممكن فيها مشكلة. كاتب لك ايه pre-numbered, هي pre-numbered, هي مسلسلة but not accounted for. additional substantive testings required. هنا بيقول كاتب ملاحظة المراجع ان انا محتاج هنا ازود substantive testings. انا عطول لك كمثال تفهم الفكرة, مش مجرد بس انك تبقى حافظ, لا فاهم. انا كمراجع حسابات عملت كويشنير حطيت فيها مجموعة من الاسئلة اللي هي بتتحقق لي من الكنترولز واعرف الديفيشنسيز اللي داخل الشركه. زي مثلا كمثال كده ان هنا is recording, مثلا رقم 2 is recording of sales supported by authorized shipping documents. يعني عمليه البيع اللي انا مسجلها في الجورنالز هل ليها مستندات بتدعمها, ولا هي اصلا عمليه بيع تمت, عمليه بيع مسجله ولكن العمليه نفسها وهميه, fictitious. fictitious معناها وهميه, مفيش عملية بيع أصلا ولكن أنا مسجل عمليات وهمية في الدفاتر وما حصلتش. بس خد بالك أنا هنا هدفي من أنا مش بتحقق من الرصيد العمليات أو غيره, لأن ده اختبار آخر.
او اختبار اللي هي العملي السبستانتيف اوف ترانزاكشنز. انا هنا هدفي بتحقق من الرقابه. فهنا بيقول لك ايه، ان عمليه التسجيل ليها مستندات داعمه supported by documents. اه ولا لا، ليها documents ولا ملهاش؟ اه ليها. تمام. طبعا الجزئيه دي فيها مراجعات اخرى بقى، وتحقق من كمان من القيمه النقديه وغيره. طيب الجزئيه اللي بعد كده، انا كده خد بالك انا دي كويشنير. هنا الجزء اللي فات ده فلو تشارت. طبعا انا بدي لك مثال عن السيلز، فانت لما تفهم السيلز كويس اكيد هتفهم بقى عمليه الشراء اصلا عامله ازاي، عمليه المشتريات دي، المبيعات. طب لو انا براجع المشتريات، انا مراجع وماسك جزئيه المشتريات براجعها، والجزء الخاص بعمليه الشراء والدفع. هنا المشتريات والكاش كولكشن، سوري السيلز والكاش كولكشن. طيب وده الكويشنير. اه الجزء المهم عندي الاسس بلاند كنترول ريسك. انا اصلا عايز افهم الرقابه الداخليه عشان اقدر اقدر خطر الرقابه. انت كمراجع حسابات بتحط خطر مراجعه ككل، اوديت ريسك، من ضمن عناصره الكنترول ريسك، من ضمن عناصره الكنترول ريسك خطر الرقابه. وانا كنت قلت خطر الرقابه ده ايه؟ خطر الرقابه ان في حاجات هتعدي من الانترنال كنترول، ممكن تعدي منهم بسبب قصور عندهم، تعدي منهم ممكن بسبب ان الرقابه الداخليه يعني ليست فعاله بشكل كبير. هنا بالنسبه لي خطر الرقابه ده لو انا عايز اقدره بقوم بمجموعه من الخطوات زي ميثودولوجي كده 4 ستيبس عشان اقدر خطر الرقابه، وهعطي لك شكل المثال دلوقتي. اول حاجه كمراجع حسابات بيحط فريم ورك فور اسيسنج، هو انت هتقيم الخطر ده ازاي؟ فقعدوا يفكروا نقيم خطر الرقابه ده ازاي؟ هنقيمه من خلال مسك اهداف المراجعه للعمليات. اهداف المراجعه للعمليات هم 6 اهداف. ايه الست اهداف دول؟ هنشرحهم بعد كده، ومفروض انت كمان درسهم، اللي هو هدف الحدوث. هدف الحدوث اللي هي الاوكيرنس، الكومبليتنس، accuracy، الدقة. العملية موجودة حدثت، طب هي اتسجلت، طب في دقة في المعاملات. 6 عناصر دي أهداف المراجعة للعمليات، هم 6. هو أخدها كفريمورك يعني قال لك أنا عايز أقدر خطر الرقابة، خد لي الأهداف المراجعة. أنا هدفي إيه مراجعة بالنسبة للعمليات؟ هدفي أتحقق من الدقة والحدوث والاكتمال وغيره. فأنا هاخدهم ده الإطار بتاعي اللي همشي عليه. الجزئية اللي بعدها في كل نقطة من دول من خلال ماتريكس بالمرة، يعني ممكن نشوفها كده اهي. كل نقطة من دول انت لو بصيت هتلاقي هنا سيلز ترانزاكشنز 6، هتلاقي مكتوب occurrence، وهنا هتلاقي الكمبليتنس، وهنا الاكيورسي، هنا بوستنج اند سامورايزيشن، كلاسيفيكيشن، تايمينج. دول الست عناصر اللي بتحقق اهداف المراجعه المرتبطه بالعمليات. طبعا انت كنت عارف قبل كده ان في اهداف مراجعه مرتبطه بالعمليات، في اهداف مراجعه مرتبطه بالبالانسز بالارصده، وهنا بالعمليات. فانا هبتدي باهداف المراجعه اللي بدأ بالعمليات دي، واحط قصادها هنا اسمها ماتريكس، عشان اقدر الكنترول ريسك، وبحط قصادها الانترنال كنترول. ايه الحاجات اللي انا محتاجها؟ فاكر الاسئله اللي موجوده في الكويشنير؟ نفس نظام الأسئلة اللي موجودة في الكويتشنير، إن أنا بسأل. كان حتى السؤال التاني ده موجود، recorded sales are supported by، يعني المبيعات المسجلة. طبعا خد بالك المبيعات المسجلة هي supported by authorized shipping documents، يعني أنا عندي في الجورنال عندي عملية بيع تمت. طب ليها مستند يثبت الكلام ده ولا ملهاش مستند؟ ده بيحقق هدف إيه؟ ده بيحقق هدف هدف الأكيرنس. أكيرنس معناها هدف الحدوث. فانا لو لقيت الكلام ده موجود فانا بكتب سي، معناها ان ده موطن قوه، موطن قوه. لو مش موجود، ان 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 الشركه اساسا ما عندهاش فواتير بري نمبرد مثلا، ما عندهاش مستندات داعمه لعمليه البيع، يبقى ده موطن ضعف. ممكن في الحاله دي هنا في موطن ضعف. انا كمراجع حسابات ببدا اتحقق من الكنترولز، وبتحقق من الديفيشنسيز، من الكنترولز والديفيشنسيز اللي داخل ايه؟
داخل المنشأة، داخل في الانترنال كنترول داخل المنشأة، بربطها بالأهداف associate with objectives، بربطها بالأهداف، بقيم الخطر، بقدر الخطر في الآخر بناء على إيه لكل هدف من دول. باجي في الآخر عندك في الكتاب طبعا شوفها تحت خالص، هتلاقي بيقدر الخطر، لا هنا هنا قوي قوي قوي، لا هنا في deficiencies، هنا في موطن قصور، وبناء عليه بيحدد لي اختبارات الـ substantive بعد كده. assess plan control risk. هنا في عناصر بقى مهمة جدا في الكلام، الأسئلة دي وأنا كنت بقول لك في الأسئلة دي أو مجموعة البنود الخاصة بالـ internal control هي قايمة على مجموعة من activities أو أنشطة مهمة جدا عشان أقدر أقيم خطر الرقابة. إيه العناصر الأساسية دي؟ هشرحها كده سريعا، ومهمة جدا إن أنا بتحقق من أول حاجة كمراجع حسابات عايز أعرف في خطر، في أقيم خطر الرقابة، فأنا بتحقق من أشوف كده adequate separation of duties. separation of duties معناها فصل في المهام، معناها ان في فصل بين المهام، وقلنا ان ما يبقاش في شخص واحد هو اللي في ايده كل الايه كل العمليات داخل المنشأة، ما يبقاش هو الشخص نفسه اللي بيقوم بعملية البيع، وهو الشخص نفسه اللي بيقوم بعملية التسجيل في الدفاتر، وهو الشخص نفسه اللي بيحصل الفلوس من العملاء. لازم في adequate separation of duties، يعني فصل في المهام بشكل ملائم. طبعا خد بالك بيقول لك ده prevents types of misstatements due to both errors and fraud. قد يكون يعني ده بيمنع حتى التحريفات اللي هي ممكن بالخطأ سهوا دون عمد أو دون قصد. طيب الجزئية اللي بعد كده طبعا ممكن سريعا كده فصل بين الوظائف، يعني كمثال كده ممكن اعطي لك كمثال، يعني ما بقاش مثلا الشخص اللي بيستلم النقدية، اللي بيستلم الكاش، هو اللي بيعمل ريكوردينج بيعمل ريكوردينج في سجلات، بيعمل تسجيل. ليه؟ ممكن يسرق الكاش، ممكن يسرق. طب لو افترضنا مثلا ان الشخص اللي بيوافق على الائتمان، اللي هو granting credit، بيوافق على الائتمان، بيقول العميل ده نعطي له ائتمان، يعني يسدد براحته بعد شهر شهرين، بنعطي له granting credit، هو يكون هو نفس الشخص اصلا اللي شغال عندنا، في شغال في الاكاونتنج ريسيفبل، او شغال في الاكاونتنج، او في الريكوردنج. طب ليه؟ ما هو هتفرق في ايه؟ هتفرق في ان هو ممكن يكون بسبب منح ائتمان بشخص لشخص ما يستحقش، او بطريق الخطأ، فهو عايز يداري ان هو يكون الشخص المسؤول، او يداري العيب ده وما يطلعش ان هو مخطئ، فممكن يداريه من خلال السجلات، يعتبرها مسموحات ان انا بخفض له في القيمة، ويغطي على انها اساسا ممكن تبقى باد ديت، يعني المفروض يكتبها يعملها باد ديت، لا يغطي على الكلام ده. فموضوع الفصل في المهام ده جزء جدا من الانترنال كنترول، لو ما لقيتش فيه فصل في المهام انا عرفت ان هنا في ديفيشنسيز في الانترنال كنترول، يبقى محتاجة عندي ازود الاختبارات اللي بعد كده. المهم سريعا كده proper authorization. ايه proper authorization؟ يعني اشوف ان في الشركة، في بالنسبة للسيلز سايكل، سيلز اند كولكشن سايكلز، هنا اعطي لك 3 عناصر اتحقق من ان في التصريح proper authorization، معناها التصريح الملائم والكافي لبعض العمليات. زي ايه؟ هم 3 حاجات. لما يكون في عميل هياخد مني بالكريدت، يبقى اللي يكون في شخص مسؤول authorized هو اللي بيديله الابروفل، يشوفه credit worthy or not، يعني يستحق الائتمان ولا ما يستحقش، راجع الهيستوري بتاع العميل ده وشوفه، طب ويستحق ديسكاونت ولا لا، اللي هو الكريدت تيرمز. المهم تاني حاجة الجودز should be shipped only after proper authorization، برضو نفس الحكاية، محتاج قبل ما اشحن البضاعة تكون معتمدة واخد تصريح في ان انا اشحن البضاعة، يبقى تصريح للكريدت، تصريح للشيبينج، برضو تكون عندي الاسعار البرايسز وال included basing terms بالاضافه للشروط بتاعتها، والفريت اللي هي الشحن، والديسكاونتس، والخصم، الخصم والشحن والاسعار، تكون كلها authorized، يعني من شخص مسؤول وماضي عليها ومعتمدها. انا كمراجع حسابات اتحقق من ال proper authorization.
adequate documents and records. Adequate documents and records معناها ايه؟ معناها اتحقق من السجلات والمستندات انها كافيه. يعني ايه مستندات وسجلات بشكل كافيه؟ انا عندي ايه اصلا؟ عندي في ضمن المستندات والسجلات عندي نموذج امر شراء، امر شراء بتاع العميل، وبطلع بناء عليه سيلز اوردر، امر بيع. في نموذج يكون ممضي، طبعا ده هنا جزء خاص بالاثورايزيشن، جزء ممضي بالكريدت ابروفل. عندي نموذج، عندي فاتوره بيع انفويس، عندي مستند شحن شيبنج الدوكيومنتس اللي هي البيل اوف لادنج اللي هي بلوس الشحن، نموذج مصرح بيه برضو للرايت اوف، نموذج يثبت الرايت اوف يعني مصرح بيه من قبل الاداره، او معتمد يعني معتمد من قبل الاداره بالرايت اوف اللي هو شط بالدين. فانا اتحقق من الادكويت دوكيومنتس اند ريكوردز. الجزء اللي بعده بري نمبر دوكيومنتس، معناها المستندات تكون مسلسله، طبعا المستندات والفواتير، وهو دفتر كده، دفتر وبيبقى فيه ارقام من فوق بياخد التسلسل، شيل حتى الفاتوره اللي بتتلغي، ما انت اشطب على الفاتوره وبتسيبها عندك في الدفتر، ما لان ليها تسلسل، الرقم بعد كده الرقم اللي بعده اخد التسلسل اللي بعده وهكذا. فهو عندي المستندات والفواتير هي بري نمبرد، هي يعني ايه؟ يعني مسلسله ومرقمه بشكل ايه؟ بشكل سابق قبل كده. فبيقول لك ده بيمنع الفيليور تو بيل اور ريكورد سيلز اند ذا occurrence of duplicate billings and recording، عشان ما تسجلش حاجه مرتين. ما الفاتوره ملهاش رقم، فانا ممكن اسجل، انما لما تكون مسجله برقم وداخله عندي على السيستم بارقام، حتى السيستم يعطيني اكسبشن ايرورز مثلا، او اكسبشن ريبورت كده يقول لي في هنا في حاجه خطا. الجزئيه اللي بعد كده من ضمن تقدير الخطر الرقابه، مونثلي ستيتمنت. مونثلي ستيتمنت معناها ايه؟ ان انا ببعت للكاستمر. Sending monthly statement is a useful control. بيقول لك ان ده يعتبر جزء يحسب للرقابة الداخلية. ليه؟ لو بتبعت للعميل، بتبعت للعميل بيان شهري تقول له دي حساباتك وده الرصيد اللي عليك وانت دفعت كذا ولسه عليك كذا. It encourages customers to respond if the balance is incorrectly stated. ده بتشجع العميل ان لو في حاجة مشكلة في البالانس هيرد عليه بسرعة. ده يثبت ان في internal control كويس. فده كل ده بيسمى عندي في الكنترول ريسك. طب الانترنال فيريفيكيشن بروسيجرز معناها اجراءات التحقق الداخليه، ان في انترنال اوديتنج قاعد وفي رئيس حسابات وفي مشرفين قاعدين بيراجعوا. بيراجعوا ايه؟ بيقول لك طبعا من خلال الكمبيوتر او اندبندنت بيرسونال شود تشيك ذا بروسيسنج اند ريكوردنج اوف سيلز ترانزاكشنز. هنا تسجيل العمليات، تسجيل العمليات الخاصه بسيلز سيلز اند كولكشن سايكل. هنا بالنسبه لي الست عناصر دول بتساعدني في تقييم خطر الرقابه الداخليه.